واخويا شنو نقول لك؟ السلام عليكم بعدا ورمضان مبارك. اش نقول لك اخويا؟ هادشي راه هادشي ديال الفطور ديال الدراري واقيلا 26 عام ولا 20 عام عندهم، من هادشي 80 واحد اللي شدوا في القهوه، ومن القهوه حليهم مع 8 ونص الصباح تسعود، وسكان المدينه عيطوا لهم دخلوا لقاو شي 80 واحد مخلطه ما بين الدريات والدراري، فهمتي؟ حنا كنهضروا صريحين، باش نكونوا صريحين، ما اذا كانوا خدامين عندهم العمل. ولكن واحد النقطه غنقولها، حتى ذاك شكون اللي كيدير هذا الشيء؟ وليدات بابا وماما. انا نهضركم في واحد الناحيه اخرى، ما كيقراوش الدين، ما كيقراوش القران، وهذا رمضان راه فيه بزاف بزاف هذا الشيء ديال الطقوس الدينيه. واش كيصلي ولا ما كيصليش؟ من اللي خلقوا الماكله عاوتاني تجي تهضر مع امه تقول لك شي هضره اخرى. ولكن طم الوالدين ربي وليداتهم شويه، هادو اللي طالعين ولا فايتين 30 عام 40 عام، انتبهوا شويه وليداتهم. دابا حصلهم الماكله، غدا يحصلهم في رمضان شاد ديال البيره، كلشي ممكن. هادشي راه ما فيهش العيب، ما خصش يضرك. دابا الشراب راه ولا مضرك، دابا شتي القرايه ديال البيره ولا مضركين. دابا كاين اللي كيكمل اش باخا شدهم كياكلوا، واش غتقول انت على مول اللي مقطع من الكما كيبان حتى 6 ونص العشيه؟ ها هو مفليك 6 ونص العشيه، عاد كيخرج للدرب كيتقدا كيبقى نص ساعه كتودن. هادو راه 9 الصباح باينين كيفطروا وكيتغداو مع 12، قالتلك يوميا السيده اللي كتسرح. كيفاش هادشي ما كيخافوش الله؟ من اللي اللي خلقهم، انا ما ندخلش ليه في الشخصيه ديالو. حنا اللي كنعرفوا اللي مريض مريض مرض فيه انواع، كيلازم عليه الطبيب كيقول يسير كول. اما الدريه اللي كانت كتكمي راه معروف النساء ما خصكش تهضر معاها، غادي نقولها صريحا. الدريه اللي كانت مبليه كتكمي ما كتريحش قدام دراري في رمضان، كتدخل كتسد عليها البيت ولا تطلع السطح ولا كتمشي مكان مهم، مراه عذر. هذه لا مناقشه عليها، ولكن بعقلك يا صاحبي فقال الحياه الله ديزا كتكبر، اش بغا تقول مريض؟ راه من اللي خلقك والله يسر العاقبه، راه ما كتخرجش طول السنه، راه يكذب عليك كذاب. هادشي ديال الدين راه معروف، فهمتي؟ هادشي ديال الدين معروف، والله يهديهم والله يعفو عليهم، والله يعفو عليهم، والله يهدي الوالدين اللي نبهوا وليداتهم شويه. ما بغينا الضرر حتى شي واحد، وهذا راه رمضان، هذا راه الدين ديال الامه الاسلاميه والعربيه. خويا الناس اللي يفطروا رمضان مزيان الديانه ديالها الاسلاميه، واش تعرف على الديانه الاسلاميه ما خاصهمش شي. وبنادم اللي تيفطر اللي عنده شي عذر، اللي كان مريض ولا كان عنده شي مشكل ولا المراه جايه بلا ما نهضروا عليها عندها حقها، اللي كانت عندها استعمال ديالها راه ماشي مشكل. اما الا كان هذاك الشيء على قصد شويه خايف تلصم على السمعه المغربيه وعلى الديانه الاسلاميه. اش كيبان لك هذا الشيء من الترابيد من ديال الوالدين ولا ولا دابا؟ شفت انايا بان لي انايا واقيلا الدراري المكرمنين والدراري اللي ما ملحدين واقيلا، ولا ولكن شي تما شي حاجه اللي ماشي سلت تمايا اللي خلات بنادم يدخل تما ولا بين اكسبراي بغاو يبينوا ان المغرب راه علماني ولا الله اعلم. هادشي اللي قلت انايا، حيت انا بان لي انا هادشي ما كاينش عندنا في الحياه ديالنا، ولا تشوف بنادم تيفطر. حنا في المغرب حنا راه تنشوف الدراري كلشي ملتزم بالصيام ديالو وتيصوم وتيدير الواجب ديالو، وهاداك الشيء ما عمرنا ما شنا حتى شنا في هاد القهوه هادي، ما عرفناش على السبب زعما اللي خلاو بنادم يفطر بحال هكا علانيا. هو ما تيفطروا بكيف؟ احنا الولايه الاسلاميه وقتها تيفطروا بكيف؟ بنادم الا بغى يفطر يفطر يتخبى مثلا كاع فهمتي؟ النص المغربي كياكل رمضان فهمتي، ولكن ما كيبانوش كيتخباو، كيبان النص يقولوا كاين واحد فيها كثيره فهمتي، كيدخل منهم الله فهمتي. هذا هو يعني حنايا ربحنا مسلمين ما خصنا اللي ياكل فهمتي، كيما ذاك الناس كنقولوا هذا الكشوش فهمتي، كيكونوا في هذا الشيء ديال هما هذه روحنا ما كاين هذه ما يفطر فيها يفطر داركم وما تخباو. هذو اللي كيفطروا في الخو هذه وكيقول لك شي رمضان تحكم فهمتي، من يوم مثلا رمضان ولا كاس ما وكيلا تقوم وخدم خصهم يتشدوا بالرمضان، يتشدوا في رمضان اخر ما يطلقوا. هذا هو الحبس ديالهم اللي كنعرفوا حنا من بكري، هذا هو المغرب كله كيصوم فهمتي، الناس كتخبى. خويا هذوك بيننا وبينهم ما بعادين عليهم حنايا، الدين الاسلام ديالنا كيقول لنا ان هذا الشهر معظم عند الله سبحانه وتعالى، هادشي اللي كاين اخويا.
كيفاش هاد الناس هادو انهم داكشي من والديهم ولا واش داكشي من الطبيعه؟ داكشي غيكون من الطبيعه حيت حنا والدينا اصلا مربينا على فهمتي على الدين. كيسمعونا والدينا كيقول لنا شوف ها الطرق زوينه الطرق الخايبه كيعلمونا كل شيء. وبينهما بين ولاد الفشوش بين شحال من حاجه راه شفنا الفيديوهات شفنا شحال من حاجه الحمد لله حنا متبعين طرق الله وهادشي اللي كاين اخو. خويا الراي ديالي في هذاك البلان ما هو الصراحه داكشي ما خصوش يكون حيت حنايا في البلد الاسلامي الراي ديالي واصلا عندي واحد الراي بلا انه كل واحد فهمشي يقدر هما يكونوا الديانه ديالهم في شكل عاوشاني يكونوا مشبعين شي دين واحد اخر ولكن حنا الدين ديالنا الاسلامي عندنا خاصنا نديروا داكشي اللي عندنا حنا في دوله اسلاميه خاصنا نطبقوا داكشي اللي كيدار فيها. وعاوشاني لكم دينكم ولادين بغاو يصوموا بغاو شي يصوموا ما يصوموش وكل واحد غيتحاسب في اخرته صافي يعني ديننا دين يسر ليس دين عسر فهمتي كيفاش؟ ما غاديش كاين اللي نشدوهم ونبقاو نضربوا فيهم حيت كيقول لك كاين اللي كيقول لك لا خصك تشد مثلا بنادم ضربوه وتقتلوه هادي ولكن لا يقدر هو يكون عنده شي ديانه اخرى متبعه ولا اصلا هو ملحد ولا شي حاجه يعني ما يمكنش تقول لي فحال ما هكا ولا تجي تضارب معاه ولا شي حاجه. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.